والله الازمه صارت تقريبا بالشهر، وخطيها التريلات قاعد يباتون 3 ايام 4 ايام يباتون، ماكو ازمه يعني مو طبيعيه والله، ومضررين كلش حيل احنا والله. شو تسوي؟ المحطات ما يجهزونهم، يعني يومين يطولهم التريله بين يوم ويوم، يومين يلا تجي تريله. زين التريله وين تكفاي؟ كل 3 ايام هيك يلا تجي تريله، يعني 3 ايام ما يتلحق وسيارات عليها هواي. والله احنا شو نسوي؟ قاعد نفول لنا 20 ل 40 لتر ندير نشتغل بين ما نحصل غاز نظل قاعدين بالبيت. اي والله هي هاي شغلتنا، وعلى الكيات ما عندنا غير شغله. والله هسه قامت السواق ما تطلع على باب الله، لان يقول لك انا اروح الزم سره يومين يلا 3 ايام 4 ايام يلا افول غاز واطلع على باب الله اروح للبصره. هسه قاموا يعني صارت مشكله كلش كبيره، وهاي شوفت عينك انت، هل شوف هاي السيارات نايمه. وهو يعني الغاز ان شاء الله متوفر موجود، يعني مجرد روتين، بس روتين. يعني هسه المستودع هذا، المستودع بصفنا يعني ما بي غاز، هذا مصفى الدوره يعني ما بي غاز، لا بي كلش هواي غاز. وهل شوفت عينك ناس بايته، يعني هسه احنا بهاي بال 2023 نبات بالمحطات على مود الغازات. شنو يعني؟ ها انت قيس، انت خلي يعني المسؤول هو يسولف. يعني الغاز موجود متوفر، بس هاي شوفت عينك روتين، هاي المحطه مكان ما يعطونها يوميه سيارتين، هسه يجوز كل 3 ايام يلا يعطونها صهري. طبعا تصير ازمه وتصير اشكالات، وشوفت عينك انت بعد. واحنا نرجع نتمنى من المسؤولين يساعدون الناس، يعطون كميه اكثر غاز. هو شو كل 3 ايام ويوم يلا يلوح حسار السياره. يعني انا هسه اذا تجيب صهريج وتوقفه يمي، خو ما راح اديره بالسياره، راح اخذ الكميه المخصصه لي وامشي. فهاي الرجاء من المسؤولين، من الناس المسؤوله على هذا الشيء، تقدر وضع الناس. هي الناس ترى والله يابا شغل تعبان وكراوي تعبانه، الله وكيلك، ما تتحمل يعني ما تتحمل. شغله تعبانه، شغله تعبت كل وضعيه مال البلد بصوره عامه، وهو حتى العالم كله تعبان. فنرجو منكم ونتمنى منكم، يعني هسه هاي الكميه مال غاز وهن غازات موجودات. وقلت لك هي الناس ما تاخذ العفو ما تاخذ اكثر من يعني كميتها، لها كميه كل يومين يوم الثالث. فاحنا نتمنى والريده يزيدون الكميه مال المحطه، واذا بها مجال يسوونها يوميه يعني السياره بين يوم ويوم، تبقى نفسها بس يوفرونه. هسه انت شوف هاي السيارات كلها صار له يومين ثلاثة هو مستحق، بس ماكو غاز. والله وايد العالم تتأخر بالشارع 4 ايام وخمس ايام على مود الغاز. الله شاهد، وهذا الغاز دمرنا، يعني مأساة دمار الغاز. والله صار وايد الأزمة، صار وايد حجي، صار لنا وايد بالأزمة، صار لنا تقريبا فوق اللي يتقبل السنة هاي الأزمة علينا. يا محطة والله تذينا حيل، يعني كان شغلنا كل يوم ويا على مود الغاز، هسه على مود الغاز صارت بين يوم ويوم 3 ايام حتى تقدر تطلع للشغل. يعني حيل تذينا من ورا بسبب الغاز. يعني واحدة من الازمات كنا نبات ليل ونهار على مود نحصل 40 لتر، هسه هاي الازمه ماكو، تناطر يا المحطه تفتح حتى تحصل لك هاي ال 40 لتر حتى تطلع للشغل على مود رزقك. تعبنا من الناس هاي البحاره، يعني اكو اغلبيه اهل التريلات ياخذون ويبيعون بين، يعني حيل تاذينا من هالسالفه، قلنا علينا الدولار، يعني حيل تضررنا من هالسالفه. والله طالع من 7 الصبح حتى الساعه صارت 40 لتر، والساعه 7:10، يعني هسه راح اروح البيت حتى شغل ما راح نطلع للشغل. ما جاي يعطون غاز، كل محطه سياره شلون ما يصير دعم؟ عجيب. يعني قبل وين وهسه وين؟ بالنسبة لأزمة الغاز صار تقريبا شهر، السبب هو سبب التهريب،
كدائرة توزيع بغداد، هي توزيع بغداد موفر الغاز للمحطات، بس هو صار سحب عليه بسبب التهريب. الغاز بالشمال بمليون ومية الألف، الدولة تبيعه بأربعمية، يعني فرق ايش قد بيه؟ سبعمية ألف. أكثر السواق بطلت قامت ما تشتغل، لا تنقل سمنت، لا تنقل حديد، لا تنقل طابوق، قام يفول من المحطة ويفرغها يسويها براميل ويجون. أكو روز ذني خصوص يعني اختصاص بس للغاز، يأخذون يهربونه للشمال. دولة ذاتية بس تكض السيطرة انتهى الموضوع، تنتهي أزمة الغاز كلها. من الشمال احتياطي هم قاعدة تهرب الدول الخارج. غاز ماكو، السيارات بات 10 ايام يلا حصل غازات 20 لتر من 30 لتر، ماكو، حكومه تعبانه ملتهيه بالبوق عيني، وماكو كل شيء غاز. هاي بنشوف هاي المحطه دول صار 3 ايام بايتين بالشارع، الازمه مال الغاز، غاز اصلا ماكو، ما يتهرب ما ينطونا. احنا بلد الخير، بلد النفط، ثاني دولة بالعالم، غاز ماكو، ما يصير يا خالي. طبعا الناس كلها على باب الله، وهي طابقة صار لها ناس 3 أيام 4 أيام يلا حصل لها غازات عود، بايت بالشارع، شلون ما أثر؟ أحمد أبوك، ماكو، غاز ماكو أصلا، شوف هاي، هاي صار بايت العالم 3 أيام بايتة بالشارع. احنا بالنسبة لشغلة الغاز، هذا الازدحام احنا قبل فترة صارت على السنويات الساقطة، فمن شفنا على السنويات الساقطة ماكو شفنا اصلا زخم ولا شفنا ازدحام، بس رجع جاي يشوف هاي السيارة جاي يشوفها حاليا، ازياد العالم جاي تبيع. فاحنا لو يقدرون يقلصون هذا الشيء، يقدرون يعني على السنويات، رح نسيطر هواي على امور. فبالنسبة لل فبالنسبة لشوف هاي العالم جاي يتبات، شو احنا نقول بلد الخيرات، بلد النفط، وين هو؟ ماكو كل شيء، ما جاي يشوف. هذا وضعنا، هذا حالنا، جاي يشوفونه. احنا صارنا هنا كل 3 أيام نبات على مود الغاز، اذا ما يجي غاز نظل هنا يعني. اي فكانوا قبل يعطون كل محطه يعطونها تريلتين، هسه قاموا يعطونها كل 3 أيام تريله واحده، قلصوا الكميه عليهم. فهذا الشيء اثر على العالم كلها، اثر على ابو المخضر، اثر على السوق، يعني العالم ظلت محتاره بالغاز. هو شنو هو الغاز؟ ابسط شيء تقدمه الدوله للناس، ابسط شيء هذا حرمته من يمهم. يعني تريلة كل 3 أيام تريلة تجي 36 ألف، وهن تريلات شوف بهن بالمية تريلة ذني. زين ذول شلون يطلعون شغلهم باب الله إذا هو بايت هنا صار 3 أيام؟ حصة تجي 4 أيام، حصة ما تعبر علي. وإذا ما حصل غاز يعني يطلع، ما يطلع بعد العفو، ما يطلع الشغلة والعملة. زين إذا ما طلع الشغلة والعملة يا دولة شلون قلونا؟ هي ترى سهلة، تريلتين وتم مطينهم كل حصة، كل 4 أيام مطينهم سرك. فليش الحصة اللي خلصتوها على البنزيخانات؟ احنا نريد كل بنزيخانة تطونها تريلتين، هسه اقل شيء تريلتين يومية، مو كل 3 أيام تريلة واحدة. موقع قاعدين لا تسوي عمل، يلزم سنة 3 أيام توصل الباب سرقة ويقول لا خلصت، يعني وين يروح؟ بتكل الله حاكم مدينة حاكمة، يقول ما حاط قرار يشوف مودة باقي يقول مودة، يعني وين يروح؟ هاي العام كله قاعد هي لو اتفاقية ايه، يعني وين يروح؟ لا غاز لا شغل لا عمل، كل شيء ماكو، وين يروح؟ قدونا سووا لنا حل، سووا لنا حل خطر، الله سووا لنا حل، والعالم ما تسوي. هم
شيء متدخلين علينا؟ سوينا حل خطر الله موتنا هلا بالشوارع حتى عوانا عايفينها. وين نروح قالوا لنا؟ المشتكي قالوا لنا المشتكي. ها والوصول هاي يوميه يوميه والمصيبة الخانة تصير مذبحة هيك تصير مذبحة. ليش هاي ليش هيك؟ يا متى قيل يا متى نعاني؟ قيل يا متى؟ لا شغل لا عمل وين نروح؟ ايه الورق صعد الدنيا صعدت في عوينه وش عم بيوتبر نصبر هنا جناسين عم يطلع جناس اجنبيه خلينا نصبر ملينا تعبنا كافي ملينا يعني الغاز هسه معاناته تختلف عن قبل. اول بدايه السرى يعني اذا تريد تناظر بالميه السياره فما يعني فما فوق اذا المحطات تناظر لها يعني مناظره الناس يقول لك احنا بالنسبه لنا يجينا تنكر واحد وين نودي يعني شو مرقابل بالشارع نوزع على هاي السيارات والبقيه يحصلون ما يحصلون. اثنين الناس تنام 3 ايام 4 ايام بالمحطه يعني الأغلبية جايبات 4 أيام أو 3 أيام إحنا ما نعرف قضية الغاز وين جاي تروح تروح للشمال أو تتهرب لغير مكان هاي قضية ما تخصنا إحنا إحنا ناس الناشد يعني المعنيين ياهم المعنيين مخصصين للغاز أو غيرها بالنسبة لهم يشوفون نحلل هاي المشكلة هاي المشكلة يعني جاي نعاني من يمها وإحنا ناس صاحبين عوائل وهاي الأغلبية الناس هسه القاعدة هنا يجوز هاي موجودة هسه الأغلبية خاف الأولى طالعين فد 4 نفرات بس الأغلبية يجوز فر عليهم هسه الكاميرا يعني تشوفهم كله ناس يعني تطلع على باب الله قبل كان يروح وين ما كان يفول غاز هسه ما يقدر يفول غاز بيا طريقة ما يفول غاز لأن يقول لك أنا أفكر بالغاز لو أفكر بالحمل اللي راح حملنه يعطونا 300 لتر يروح للشمال ويجي يصرف له 600 شلون راح يشتغل ما يقدر يشتغل راح شو يسوي راح ينطر يقعد ما يشتغل الحموله تصعد يعني من كل الجوانب شلون تحاصرنا يعني ابو التريله جاي يتحاصر يتحاصر من يا جانب يتحاصر من جانب ابو نقول المحطه ما ينطي غاز ما عنده اثنين يمهن يصرفون المحطه صهريج واحد ثلاثه يعني هاي الناس الكبار هسه قبل ناسنا الاغلبيه يعني ناس شياب كبار تشتغل ويانا يقول يا بن ان سهل امرنا بس طريق يعني هاي الباب ثلاثه ابو التريله يعني شبه المعدوم يعني شلون كانك هسه احنا مو بالعراق شلون مو بالعراق ان يعني ما غازنا يختلف يعني عن حتى عن السياره وصلت الفكره انا ما اتحدث يعني بنيابه عن اخوتي وعن ناسنا وهذا السرى يجوز لو تروح به هسه اغلب من 100 سياره الاغلبيه ازيد من 100 سياره وما فوق فاحنا بالنسبه لنا اليوم اذا تريد نحكي على معاناتنا لما نوصل صوتنا انبات بالشارع زين هي كل 4 ايام يلا يلحقك السرى زين كيف لك القران شغل ما جاي نطلع من ورا هاي سالفه الغاز زين لازم يسوون لنا حل وزير النفط المحافظ بغداد هي هاي لازمه بس بغداد يعني لازمه زين يقولون هيك كل 4 ايام 5 6 يلا نحصل لنا سرى شوف السرى انت شوف السيارات شوف الدنيا شوف كله ملتمه العالم كل العالم ملتمه زين هي تجي سياره واحده محمله ترى 30 ايش تطيلها 70 سياره وتروح طش زين كيات ويانا هسه الكيات ويانا وين اللوريات حاطينها يعني تبات لك 3 ايام يلا تحصل لك 300 لتر هن بيهن دربين حجي الله يشهد علي شفنا الضيم لا تقول لي ولا اقول لك احنا بلد نفط ما يصير هيك الناشد الجهات المعنيه بكت شويه مثل ما يقول ينظروننا بعين الاعتبار بس ولا هو حجة ناشد وماك ناشد وكل شيء ماك الله يشهد علي يعني احنا هذا بلد النفط هيك ايش يصير بينا الغاز ازمه علينا قبل الغاز كان سيح ماكو هيك معاناة ملينا يعني نريد حل نريد من هاي الحكومة لهاي الناس ماكو هذا القانون ابد ماكو هيك والله العظيم 3 ايام انا بايت حاط بطانيتي
والله على مود غازات ينطيني عمود اطلع على باب الله. وين وين نصل؟ وين نصل بعد؟ الدوله غير يصير عندها علم، انا مواطن اعلم، انا ما ايش بدري وين يروح يا عمي، والله ما ادري. انا حاسه من حرقه قلوبنا ملينا، هسه نريد ناكل خبزه عمي، عايشين بشد ذراعنا، لا هذه شطتنا ولا هي تجي تطيني شد ذراعنا. نريد حال رحمه على والديك، وصلوا هذا صوتنا للجهات المعنيه، رحمه على والديك. الله شاهد ملين، والله العظيم ملين. يعني هن الجازات شين هن ذهب صارن، والله ذهب جاي نتكاتل عليه. مداعم ذاك اليوم ندعم السيارتي فلشوها بالبيبان، ماكو يشترى. هسه احنا نريد حل هاي الازمه، نريد حل، سووا لنا حل. حل هاي الازمه. تشوف انت طابير مال السيارات والناس متاذيه، يعني هم هسه لو كن السنويه مال ليله بيوم طبقوها على علينا، هاي سنويتها ساقطه وهاي مشينا، هاي فائدتهم يعني ليله بيوم طبقوها. بس الغاز هذا بيجي ينتج البصره الدوره، وين جاي يروح هذا الغاز؟ وين غير تهريب هم جاي يهربون به؟ هاي السودان وحكومته والحصه كلها. اي لا السوداني شو جانبي هو الزين هسه سوى لنا يا السوداني؟ ها؟ سوى لنا شيء السوداني؟ لا ما سوى لنا شيء، الذان طيح حظنا. زين؟ الدولار بصعده. الغاز هات تشوفه قدام عينك. مو لولا. واحنا الى متى نظل هذا هاي السالفه نظل هيك احنا؟ هاي نظل احنا ويا والله غاز ماكو، نفط، هذا النفط الابيض مال الصوبات بورقه 50 ورقه، بلد النفط هذا ايش كبره يا قده؟ ها؟ عوائل ايش كبره كاتلها البرد؟ والله تعطيه 50 لتر انت على البطاقه، شنو هي هاي؟ الدولار، الاسواق احترقت، الغاز، هات شوفه قدام عينك. هي مضمومه، شنو تبييضات بألف دينار؟ هاي حكومه السودان اكو غيرها؟ كل اسباب الدولار؟ مو لولا التهريب الغاز هو ما خالح للتهريب ولا غيره، العاد هو وين جاي يروح مال هذا؟ وين يروح؟ ياخذ المواطن، احنا هنا ناس داخل البلد مو خارج البلد يا اخي. احنا نشتغل على باب الله، لبن اهرواني يحمل طابوقات، اللي يشتغل بالزباله تكرم، اللي يحمل كذا مو لولا. اليوم الحكومه مسؤوله عن هذا البلد، عن الشعب. الكيات بالنسبة للكيان يشتغلون عبرية مو أو خط أو خط مدرسة أو شو اسمه، إذا ما يحصل جاز بيش يوديهم يا كل ثلاثة أيام حصة قصوها بالنسبة للمحطات الحكومية. زين السنويات، السنوية ساقطة ما يطب. مو قضية القضية إنه ها يراعي البلد، أول ما يراعي البلد مو يراعي الخارج. ايوه اثنين احنا نشكر سيارات مبيت يوميه بالسيارات مبيت حتى يعني صارت سرقات، يجي يلقى باتريه ماكو. زين هذا من يجيبوك باتري، هذا من يجيبوك باتري غير ما عنده جوعان، لو عنده عمل يشتغل ما يبوق الباتري، والناس بايته بيها للصبح. والله عذتنا، يعني من يوم الاثنين لازم سرى هنا على الغاز، من يوم الاثنين وانا حصت الاربعاء صار لي يومين لازم على الغاز، يعني لا اقدر اشتغل، لا اقدر اطلع بسيارتي هسه من ورا قضيه الغاز. زين بيها وحدوهن المحافظات، وحدوهن عندك الحله وبغداد وكربله، صارت حصه واحده حاسبه واحده. زين انا حصت 300 وين توصلني للبصره؟ لا هيك ما اقدر، لذلك القاسم أذينا. كانت المحطات يوميا ينطونها، هسه كل ثلاثة أيام يلا ينطونهم حصتهم هم، يعني اي لا ينطون يوميا ابو المصفى، لا يوميا ينطلب المحطة القاس يتوفر، حاليا ما متوفر. ونشكر قناتكم.
يجي له يومين ثلاثة يبات كل يومين أعتقد، والثالث إلى 300 لتر. زين إذا هو يروح للبصرة أو يروح للشمال يشتغل، يعني هذا شي يريد منين يجي ب 300 لتر ما يوصلنا يروح بينه ويجي للشمال. زين ويقعد لنا يومين ثلاثة ليش؟ يعني هو أبسط 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 متطلبات الحياة ما وفرها هو الغاز. زين المواطن شي يصير؟ يوقف يروح للغاز، يوقف يروح وين يتجه؟ وانت هسه تشوف اليوم الدولار بيش والسوق احترق، ويعني فالحكومة لازم اكو بديل لهذه الأزمة يا اخي. ما جاء توفر اي بديل لهذا. هسه شوف انت بعينك جاي شوف السرة مدري وين فوق الكيل وين متر هو واقف. ابو الكي حال ابو اللوري يداعش على المود 50 40 لتر ياخذ ابو الكي. يعني ماكو حل بعد، ماكو. السياسيين نطالب الحكومة البرلمان لازم اكو حل بديل لهذه الشغلة. طبعا الحكومة لازم تتحمل مسؤولية الغاز. ليش الغاز يعني يجي جت ذيك الفترة السنويات الساقطة ما تدخل للمحطات، يعني المحطات فرغت تجي تفول وتطلع. هسه رجعت رحمة الوالدية كذا، هو وبالتريلا سنويته ساقطة ويفول بيها يبيعها، يطلع برا يبيعها. شنو السبب؟ لازم اكو اسباب هو لازم يسوون، يعني اكو فساد. اي طبعا اكو فساد، هواي اكو فساد، هواي اكو فساد، فساد موجود هواي. اي واحنا نعاني من معاناة الغاز، كلش تعبتنا معاناة الغاز. والله احنا حاليا تأذينا، شلون ما تأذينا؟ الشغل وقف، عندنا سيارات جاي تطلع على باب الله ماكو غاز، نوقف بالسرى يوم ولا يومين الا نحصل حصتهم. ما جاي يصرفون هاي المحطات، يعني صاير باليوم ما يكفي، يعني سيارات بالمئة سيارة توقف ونديت يوم وثلاثة ماكو، يعني غاز ماكو. احنا اهل الخير، اهل النفط واهل الدهن واهل كل شيء بيها، يعني عراق كامل، يعني صيريش كامل للمحطة ما يصير. والله حاليا يعني متأذين كلش، أبو الكية وقف، أبو اللوري وقف، يعني متأذين والله. على مجلوس صير أزمة بالبنزين، هسه واقف الشارع الله شاهد واقف. أرجع بلد نفطي وبلد خيري من الله، بس غاز ماكو، غاز ماكو، غاز ماكو. شغله مفتعل كل من يقول يا روحي. الاحزاب تهرب بصفحه وهذا بصفحه وهذا بصفحه، وشوف الازمه هاي، هاي وضعي هاي. زين على السنويات يعني السياره بسرعه وصاغت يجي يفول يمشي، يفول يمشي. يعني هذا يعني لا يطون كل بنزينخانه تريلات اثنين ما يصير ازدحام، يعني يطي تريله وحده، هي تريله وحده توزع لها 80 سياره، 80 سياره وين هي؟ زين اكو 80 سياره شارع عم ماكو. يعني احنا النفط اهل الغاز اهل المصافي، وين الغاز مالنا؟ الغاز مالنا وينه؟ يعني احنا النفط هسه نودي للخارج، احنا ما عندنا غاز؟ يصير هذا الحكي عمي؟ ما يصير هذا عمي؟ يعني احنا النفط هاي المصافي مالتنا متروسه غاز، نوديه للدول، نوديه للبنان، نوديه مدري وين، نوديه لايران، واحنا غاز ما عندنا تقبلونها عم انت؟ يعني شو احنا ما عندنا شغل وعم ضالين؟ احنا نروح على باب الله نشتغل؟ لو نفول غاز نبات لنا ثلاث ايام اربع ايام، يصير هذا عمي؟ سووا لنا شاره، سووا لنا حل، ما يصير هذا. اذا ما تعرفوا له عوفوها، عوفوها لا ما تقدروا لها، شو تقولون عمي؟ غاب انا ماشي والله، اذا ما تعرفوها عوفوها، حطوا للبنزين خانات كل سياره بنزين خانه تريلتين على ما يصير ازدحام. يعني انا اطلع على باب الله هاي سياره تطلع على باب الله لو روح افول غاز انا من اربع ايام، يعني ما يصير. يعني هسه انا اروح على السليمانيه هي 300 لتر، اروح للسليمانيه احمل اجي ما يطوني يقول لي اربع ايام. زين 300 انا وين اوديه 300؟ زين انا احمل من السليمانيه اطلع للبصره وين؟ ما يكفلنا عمي. فعمي سووا لنا شغله، سووا لنا حال، مشي عليكم الله يا السوداني، خلصنا من هاي الشغله مال الغاز.
شوف وزير النفط يا السوداني رحمة لوالديك وانا اشكركم. يعني انت قلت احنا بلد نفطي اذا اكو فساد مسيطر على اي لعشون لحد ليش ماكو غاز؟ وين المستودعات؟ كم مستودع عندنا؟ ليش ما يعطون غاز؟ ليش ما يعطون غاز؟ ليش؟ يلا سولف. ليش ما يعطون غاز؟ ما يعطون غاز عمي. فانت هاي لازم تسوي لنا حل عمي. وانا اشكركم واشكر قناتكم الطيبه. من سياراتنا بالشارع واحنا نايمين بهن وكاتلنا البرد. كفيلك الله تبهذلنا. رزقنا انقطع، عوائلنا اندمرت من وراء هالغاز هذا. زين؟ واحنا بلد النفط وبلد الغاز. كل ثلاث ايام اربعه لو احنا سروا كل بنزينخانه خطيه ودونها تريلا وحده وين شو يسووا بيها؟ سيار كثافه هواي. زين؟ تبهذلنا يا ابن عمي. ثلاث ايام الله وكيلك يلا نحصل لنا تفويله غاز. زين؟ والله كريم شو تسوي؟ هاي الدوله هاي. تأذت تدمرت الناس هاي باوي. زين؟ هاي الناس الله وكيلك ما ظل عليها شيء. احنا كل ثلاث ايام يلا تروحنا حصه والنوب تلزم لك سرى عليها فد يومين ثلاث ايام يعني انقطع رزقنا واحنا على باب الله واحنا بلد نفطي ويعني ما يصير والله تدمرنا انقطع رزقنا يعني احنا على باب الله زين ذا كل ثلاث ايام تروحك حصه تطلع بيها على باب الله تلزم تسرى ثلاث ايام ما اعرف هاي بعد شغله يم الوزاره مال النفط هي تراعينا احنا على باب الله سواق يعني احنا على قد العيشه هي لوري يعني شو تطلع هي الدرب تحصل لك بيه 50,000 60,000 زين تبغى لك ثلاث ايام ما يفكرون بينا الدين صاعد التاير صاعد كلها صاعده علينا والشغل ماكو يعني هو كله يصعد الدين والتاير كلها تصعد التصليح مال السيارات بس هني الدولار صاعد صعد الدنيا كلها وشغل ماكو وعمل ماكو وهاي بعد انت الغاز تشوف عينك ترى العالم تبغى لك ثلاث ايام يعني هذا يبغى ثلاث ايام نايم بالسياره سايق شنو ذنب هذا؟ اي هسه احنا كل ثلاث ايام يلا تروحك حصه. دمرنا والله تدمرنا. بعد هاي معاناه العالم هاي السواق التقي بيها وشوفها. تدمرت شوف السرى وين طاق. سرى واصل جوا يعني يوم كامل تمشي على كيف يلا يروحك السرى. عم احنا اصحاب اللوريات ان ثلاثة ايام بايكين هنا بالمحطه وسيارتي محمله طابوق ما اقدر اروح افرغ للمقلاب ما عندي غاز تشر من الشارع تشر الجلي كان ب 20,000 تجي للبنزينخانه تاخذ لك يومين ثلاثه ويوزعون بطايق يقول لك 80 بطاقه خلصت هسه احنا عم والله ملينا بيناتنا الحسين الشهيد ملينا هسه شوفونا حل الغاز يعني هسه انا اطلع على باب الله ابغى واقف بالسرة غير واحد يكون يعرف وتشندو يوم يومين ثلاثة والله العظيم ملينا كلش لعبة راحتنا حتى من اللور أمانة الله ورسوله وين وزير النفط أهل المحطات رجع عمي بلوى مو عالم الله يشهد ورسوله ملينا إن يومين بايتين بالسيارة لا تقدر تعوفها وتروح خاف تنباغ باترياتك الرحت يقول لك سراك راح على هالرد سيارات جاي تدعم أمانة الله ورسوله كل ساعة واحد يرجع الثاني سيارة تنضرب سعرها 70 مليون و60 مليون ملينا يسوي لنا حل وزير النفط يسوي احنا اهل الغاز احنا اهل النفط نروح نوقف يومين ثلاثه والله مع الاسف بيناتنا الحسين مع الاسف على هيك حكومه تعبونا كلش ملينا طلعت ارواحتنا يعني الا نهج من هذا البلد ماكو غير حل الا نهج نشرد غاز متوفر ورخيص ابوك الصدام تفول بالف وربع شنو هسه كل ثلاث ايام يرطونك توفيله وحده يعني اذا تكني نفسها بيها درب ويوم السياره قاعده ويوم الرابع تفول واحنا بلدنا بلد نفط وين راح غازنا؟ تهرب؟ قلوا لنا هالدوله تقول لنا رئيس الوزراء زين بنزينخانات ما بيها غاز زين شنو ذنبنا احنا هسه هذا شايب وانا شايب يومين يشهد الله البارحه بايته وقت البارحه بايته سياراتنا على الغاز و300 لتره دربين للخيط الرمل ونيبه ماكو غيره والله بس نقول الله كريم الله يعافي ابو باطل ما نحكي غير على الشايع اي
ليش كل فتره تصير ازمه؟ ها الدوله تسويها، هي تسويها، يهربون الغاز هم وضغط راحت. انا هربه، انا خاب من مرتي، هرب لي تريل تريلتين، هم احزابك ودولتك هم يهربون الغاز عنك. يا لي هربه، لا ويا ما كنت حاجة. يعني الله فساد اليوم بالموضوع؟ طبعا اكو فساد، فساد مو منا من البنزينة او من ابو التريلة، لا فساد من المستودع. ليش قبل فترة يعطونا يومية كانت بنزينة فارغة؟ يعني قبل شهر 12 بنزينة فارغة. ليش الواحد صارت أزمة؟ وهذا الثاني بنفس الأزمة. ما جاي يجهزون المحطات، يعني العالم متأذية. انت جاي يشوف كل طابور وين يوصل، الزحامات الشوارع تنقطع، تروح هسه الظلية مقطوعة، تجي الحي البتول مقطوع، تجي لهذا السياحي مقطوع، وهاي كله سبب الدولة. يعني ما جاي يجهزون المحطات، السيارات هواي، محطات ما يجهزونها ما تكفي، ما تلحق. يعني انت تعرف هي السيارة اللي إلى يومين والثالث، يعني يطلع ليوم ولازم يقعد يومين على المحطة يلزم سرعة، يعني على يقطع باب رزقه والله على مود انا لازم سرعة على الغاز. يعني هاي كلها معاناة، يعني منين هاي؟ هاي اللي تحملها الدولة. هاي كلها سببها الدولة. يعني يشتغل يوم واحد المواطن، يشتغل يوم واحد ويومين يبات بالمحطة، ما يصير هذا. هذا كله سبب الدولة. وكل طابور واصل قاطع الدنيا. هاك تفضل صور الزحام، شوف هذا يصير وحوادث تصير. هو هذا غير سياحة سريع، يعني انقطع الشارع والعالم متأذية، أبو المحال يقطعوا رزقه، أبو السيارة ينقطع رزقه يطبق ليومين. يعني مشكلة والله مشكلة. ليش مو بلد نفط؟ مو بلد النفط، والنفط وينه هو هسه؟ بلد النفط، أريد النفط وينه؟ بس اسمه بلد نفط، ماكو نفط عمي. يعني تأذينا والله، تأذينا بالله الكريم. يعني تنام يومين هنا بالمحطة رزقك مقطوع، والله انا لازم سرع الغاز، وهذا صحيح؟ هذا معانات عم، والله معانات. شوف العالم ايش صاير بيها، عايفه عوائلها ومتبهذله وقاعده، والله لازم سرع الغاز. مشكله يا عم. والله يا اخوي الازمه هواي تاذت بها عالم، اكو عالم تضرب 4 ايام وخمسة ايام مقطوع الزخه. هذا السبب كله هي سببها الدوله على الدولار. يعني الدولار انت هسه المطلوب منين يجيب؟ يجيبني حتى تعبان منين يجيب؟ انت بصعه الدولار 170 72 منين يجيب العالم؟ انتم عم دوله فاشله، دوله تعبانه، تعبتونا، تعبتوا العالم. يعني عشنا ماساه، يعني ماساه، الله وكيلك ماساه. العالم هاي قطع رزقها المحلات، هذا على باب الله بالسياره ظل 4 ايام 5 ايام، شنو ذنبه؟ من سببها؟ كلها سببها الدوله. يا عم بن حسين موتونا، احنا مبيوعين عمي، مبيوعين لايران والامريكا والغيرها. عم شعب تعبان، كتله جوع، ملينا، شوفونا حر احمل واديكم، تعبتونا. ما يصير هيك والله عمو، ما يصير. يعني ما يصير على باب الله بالمحاسات دي المحله. هذا رجال على باب الله شنو ذنبه بالكيت 3 ايام بالشارع عمود الغاز؟ هي محطه السياره مش اسبوع، ليش؟ يطلع يوم ويقعد يوم، ليش؟ عمو والله ما يصير، بن حسين ما يصير. السلام عليكم. احنا اصحاب اللوريات والله تاذينا يومين وثلاث ايام لزم سرع الغاز. واللي الناس اللي عندها شغل، اللي عندها عمل، كلها توقفت. يعني احنا الى متى نقيد؟ قبل كم شهر نطب المحطه براحتنا، بس لكن هسه ما نقدر نفوي الغاز، ازدحام طوابير واسطه اقل شيء فد كيلوين. سووا لنا تشاره رئيس الوزراء، سمعنا يا محمد الشياع السوداني، الدولار هذا اللي صعد دمر العالم، اثر على المواطن. يعني شلون والله شلون؟ الناس وين تروح؟ المن نشتكي. العزيز اخوي الغالي، وقاكم على التعب، والله خلال الازمه تعبانه. يعني الدولار صعد والغاز قللوه، يعني الامور تعبت حيل، لا غاز لا نفط، يعني لا خدمات، احنا اندمرنا او ان كتله الجوع. يعني حاله تعبانه، حاله حيل تعبانه. يعني انتخبناهم ماكو فايده،
يا يعني نخليه ما بي فايده بعد، بس الله موجود. الله وكنا كاتلنا الجوع ولا خدمات ولا ماي ولا كهرباء، والله كريم. ما عندنا غير شو نقول هاي. وهذا الغاز ازمه، نطلع ساعة مرات من 4 الصبح نلزم سرع علي، لو نحصل لو ما نحصل. يعني يا سياي اسمع يا سياي، يعني اربع ايام يظل هنا نايم بالدرج. السنوية على السنوية ما يصير، والله العظيم ما يصير. لا لا والله العظيم قاعدين ومتأذين بشكل، يعني بشرفك ان باتنا على 300 لتر وكل اربع ايام يلا تفول. زين هاي العالم وين تروح؟ ابو الحله يقول لك تابع البغداد، ابو الحله ما يطيق. زين ابو السماوه ما يطيق، انا هاي الصهاريج ابو السماوه ما يطيق، والله معتمد على شركه. زين هذا كل اربع ايام تروح للبصره وتبقى تبات هناك، ما اعرف شلون. يعني نريد لنا حل، صوره حل شلون ما كان ما اعرف. الناشد مسؤول، زين التهريب مال النفط ومال الغاز ماشي، فاحنا ردنا صورة حل من اي واحد، وين نتجه؟ مظاهرات ملينا عم، ملت العالم لو ما ملت. والله عم ملينا، الله وكيل محمد. والله عم كل شو ماكو، كاتلنا الضيم على ازمة مال النفط، احنا البلد اهل النفط، وكل شو ماكو. والكعبة رعاية ذبع الرعاية، كل شو ما تحصل، كل شو ماكو، كله واسطات. هذول اهل اللوريات، اهل البنزيخانات، اهل المحطات يبيعون بالغاز. والله العظيم يمشون 10 كيات ولوريات 10 وقطعوها، كل شو ماكو. تطلع للشغل كل شو ماكو، الدولار صاعد، قاتلنا الضيم كل شو ماكو. والعباس لا صير اللي عنده سنوية ما ساقطة يفول، واللي سنويته ساقطة لازم شي يسوي جد السنوية، وجد السنوية سنوية تكلف. هاي تروح تفتح ضريبة وتروح للمرور، هاي كلها تكلف وتهزة، واحنا سياراتنا كلها موديل قديم، إذا صعدت هزة تطلع البطالة أغلى من الوجه. فاحنا شو نسوي؟ نظل هنا يومين ثلاثة أيام بايتين على مود الغاز، ولا صارت على سنوية بعد ما نحصل، لأن احنا ثلاث أرباع سياراتنا سنوياتها ساقطة. يعني لا هسه انا سنويتي ساقطه اروح للمرور اجدد واروح على افتح ضريبه، ولا سيارتك مطلوبه تروح تسدد الديون مالتها الاقساط ويلا تجدد، وما يعطونك الا بالبدايه اسمه الرقم، يعطونك هاي الورقه، تظل اسبوع بالورقه، اسبوع ما يعطونك المحطه على الورقه الا تستلم لوحات. يلا يعني احنا الى متى هيك؟ يعني نبقى هيك دائما اللي ورا نبقى متخلفين؟ العالم وين وصلت؟ شوف الدول وين وصلت، واحنا بعدنا على الغاز. يعني سياراتنا تلزم سرعة الغاز، ولي غادي يجي يعني بس بهاي المناطق، تروح هسه للجنوب لي غادي الغاز متوفر، بس هنا ببغداد وهي بغداد العاصمة ما بيها غاز. يعني ليش وقت احنا نبقى هيك؟ نبقى الناشد 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 وليش وقت؟ يعني برأيك مقصودة متعمدين يسوون ببغداد؟ اشي اكيد، حتى العالم تلتهي بالغاز وتعوف غير شغلات. يعني هسه لا تريد ترجع لها وفر الغاز، هسه العالم تقوم تشتغل بعد ما حد يفكر بالغاز، تروح تتجه للدولة، الدولة شو تسوي؟ تخلي المواطن يسوي بالغاز، يلتهي بالغاز ويعوف شغلات، يعني غير شغلات يعوفها. يعني هسه مثلا حتى الدولار صعد هسه اليوم 172 172، يا هسه المواطن هذا باكر بعد يعلق لل 200 منين يعيش؟ الواير ما يقدر يعيش، ما يقدر يعيش والله. يعني هسه لفة الواير هاي كانت 37000 هسه ب 62000، يعني صعدت. المسواك كيلو الطماطم 500 هسه كيلو الطماطم 1000 وربع، يعني الفقر وين يروح هسه؟ صار لي 3 ايام انا بايت هنا بهذا البرد، الله وكيل، ولا رايح للبيت. زين على مود هاي الازمه مال غاز، وبس خط السياحي جاي يعطونا سيارات بين يوم ويوم، والباغ البازيخانات بس تطلع خارج بغداد موجود الغاز ومتوفر، بس هاي السياحي من المسل لما توصل للسعاده.
نهائيا ماكو غاز. واللي بات بالسياره جيبوا له بالسياره. بالسياره باتريات انباقت، سبيراتنا انباقت، الدينامو انباق مال السياره. زين تقول الحارس يقول لك عمار خو ما طر على 300 سياره 400 سياره ما يصير هذا الحكي عمي، حتى الله ما يرضى. زين مشي الحسين عليك مفرون الغاز عمي. زين ماكو عم النفط كل الحراميه يروح. زين الله وكيل الحراميه جاي يطلع النفط. هاي طايحه بس على هاي الناس الفقره. زين والله ازمه يعني فد مره يعني ثلاث ايام نلجم ثلاث ايام اربع ايام يلا نحصل غاز. أزمة تأذينا فد مرة وين يتهرب يعني تفتح المحطة بالعشرة 11 ونص قال لك خلص الغاز يعني قبل شوي لازم سارة هسه زين سيارة يعني ما يعني معدودات عدد الأصابع قال لك خلص الغاز وفد مرة يعني انت شوف جاي شوف الوضعية وضعية تعبانة ما نعرف وين يروح دمر صار لنا يعني ما البرد الناس تام بالشارع والله بالشارع الله وكيلك بالشارع وجاي نطلع بالستة بالستة الصبح نضل للسبعة هاي مال الفضالية للسبعة الا ربع ذاك اليوم خلص الغاز يقول لك زين فد مأساة يعني ما مر علينا هيك يوم عم ملينا من الغاز كفيلك العباس ملينا بالحسين ثلاث ايام نايمين هنا عم بن كاظم مالينا والله خاله كله غاز ماكو كله يعني تعبنا حيل من الغاز يعني ماكو غاز يعني السيارات باد بالشارع العالم تاخذها تروح تبيع ما ادري وين ما تعرف شنو سالفتهم وين يودونا ما ادري زين هيا شو اسوي اللي بعد والله الحل يم الدوله غير يم الدوله الحل يم الدوله الحل ما نعرف توفرون غاز اكو عالم يعني حتى تكتلت الله وكيلها تكتلت من وراء الغاز اي تهريب موجود تهريب بعد سيارات تفول من لا تبيع منا تذينا والله بعد يقول يسوونها على السنوية ونخلص على السنوية سنوية ما ساقطه نخلص الله يشهد بعد ملينا بعد يعني مبات يومين بالغاز لا يجي غاز بعد يا خال ننام هنا ننام بالشوارع على مود غاز هذا العراق ابو الخير بعد ايش يصير بينا تأذينا والله يا عم تأذينا بعد ما يصير بعد يا خال